اهلا وسهلا بكم جديد معنا في قناه رحاب وإناس. واليوم وبعد غيبه طويله رجعنا لكم باول فيديو ومن احلى الاماكن باحلى سيزن، وهو المزارع اللي تنفتح للجميع. اهلا وسهلا بالجميع اللي هي يسوون الابل بيكين، للتفاح ولا الفريز الفراوله ولا حتى القرع اللي هو البامكن، وهذا الموسم إليه، وكل العوائل تتجه هي أطفالها ويروحون يقضون النهار ويشوفون هاي تجربة ويلقطون كشي بإيديهم، فشي كلش كلش حلو جميل صراحة. الخريف من أجمل الفصول هنا في كندا، كيكون الطبيعة كتكون حلوة، كيكون جو زوين بزاف، بس كيكون جو الحرارة كيكون معتدلة، وتكون الواحد يقدر يخرج يستغل الوقت ويستغل الطلعات والأماكن حلوة مع أطفاله، وهي تكون خروجة عائلية ينبسط فيها الكبار والصغار. Exactly. أنا أول مرة أخذت ليلى ولونا، كانت أول تجربة بالنسبة لهم. ليلى كانت تري كونتانت، كانت فرحانة بزاف واستغلت النهار واستمتعت بزاف، وكانت شغلة جديدة بالنسبة لها. وأنا كنت فرحانة بزاف لأنه شايفة بعيونهم هما الاثنين، شايفة بعيونهم الفرحة والاستمتاع. وأنا بعد 32 سنة اول مره الناس كده أخيراً ابل بيكينج وفريز، وكنت يعني بذلت مجهود والنتيجه كانت اكو قصفنا الثمرات. كان تري بون، اكلنا كان فريز تري بون، كنا كنديروا قطف الفريز، اكلنا اكثر من نصه من هناك. لو يعرفونا كانوا غادي يجريو علينا. انتسال ما تشرحتي فاضيه تقريبا، ما تقريبا انه ليلى كلات في جهه الابل، ليلى كملت الفريز، بس كان طيب 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 بحال العسل، كان مذاقه بحال العسل. سي فري بقينا كنقولوا يمكن يقدر يكون فيه لي برودوي شيميك ولا لا، بس الطعم ديالو يعني غطى على اي افكار كانت تقدر تجي من بعد. كليناها من الطبيعه، من القطف، من الطبيعه. نيشان. هم انت بس انا عملت التفاح نظفته بايديا، وهاي ما قدرت اقاوم. لا احنا يا على الطبيعه، خلي البنات ياكلوا من الطبيعه. خليتهم حقيقه لانه شفتهم مستمتعين وعجبهم الحال، وقلت بوركوا با خليهم يستمتعوا من غير قيود، ومن غير خلي الطبيعة تخليهم يستغلوا كل شيء. هو outdoor activity والجو حلو، وهذا الموسم الكل الناس يسوي هالactivities، وحلوة للكبار ولا للصغار. That's what I like about it. المفاجئ لأنه هذا العام هذا الناس بزاف مشاو، لأنه بعد الحبسة ديال هاد السنتين اللي كانوا مروا علينا، العام اللي داز الأبل بيكين كان بالموعد وكان بالشروط وكان بالحجز. يعني هاد العام هذا تلقوها خلوها free for all ومن غير قيود، دونك الناس مشاو واستمتعوا واستغلوا وحسوا يمكن بلدة القطف أكثر من أي سنة قبلها. والحلو بهاي المزرعة همنا بيها فريز وهمنا بيها تفاح، وهاي حقول التفاح السبينات وفلاسي تخوي، وأكو همنا البامكن، وأكو عندهم همنا المحل اللي شفتوه بالبداية الانترنس بوتيك يبيع كشي وحتى الأبل باي، وهمنا عندهم منطقة للبيكنيك واللعب أطفال، فهو a real day out يعني activity for families، فشي كامل متكمل. حتى عندهم الكانبرج، كانبري شنو كانبري كانبري شفنا شوية أجا بس ما أدري. والتفاح هذا الأحمر هذا الكبير، الأخضر والأصفر هذا قالوا لي كانوا من الجهة الثانية، إحنا ما وصلناش لها. إحنا صراحة بعد ساعتين ثلاثة الدراري كانوا أنا شخصيا كنت عييت، أنا صافي كنت finish ثلاثة ساعات وانت تجري وراء الأطفال، دونك وتهزي بمسك ليلى وأخذها فوق الشجرة وأخذ لأنه عاليين وهذا، دونك جيتي هذا هو الكانبري. جيتي فاتيغي، دونك من بعد ثلاثة ساعات ما قدرناش نمشيو للجهة الثانية ديال التفاح الثاني، دونك أخذنا هذا، أخذنا غير نوع واحد وصافي. سيتي أسي وكان طيب، كان بنين. انا كنت شكلي بنين. احنا انا ويا كنا من الشجره، وليلى كانت مصره تحمل الكيس ديال 10 كيلو، مصره مسكينه. نقول لها 10 باوند، 10 باوند يعني. المهم، وهذه لونا، واول خطوه لونا. ما شاء الله عليها، هي كمان استمتعت وعجبها الحال.
كانوا مبسوطين، بس اللي استغلت اكثر كانت ليلى لانه كتعرف كثر وكبرات شي شويه. ولما الغصن عالي ماما هزيني نزلوا لي الغصن حتى انا اقف، ولا نزلوا لي الغصن. دونك سيسا كان يوم جميل، كان يوم حلو عائلي وممتع ومختلف. وبقى يمكن دابا يمكن حتى نص شهر 10 كيبقى الابل بيكينغ. فبنهايه الفيديو حتلاقون اسم المزرعه والرقم التليفون، وهي منطقه بالريف سود مون سان غريغوار سميتو فيرجي شاربونو افيس، على اكزاكتلي 32 دقيقه من بروسار ولا بريري. الطريق سهل 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 سهل، والمناظر جميله، مناظر جميله جميله جميله. يعني شو اسمه مناطق زراعيه ريفيه كلش كلش جميله. وهو هالايام هي ترى احلى احلى اجواء، هي اجواء الخريف في كندا. اكثر الفصول جمالا كانت من ديما هي فصل الخريف. هذيك القرعه شنو الكوسه اللي شفتي انا اخذتها للبيت. كانت تبقى بحظ هذه كانت بحظ اللونة وصعبت علي اشيلها من ايدها. دونك قلت لها بصحتك خديها، كنت مفكره انه حد دفع ثمنها برا، بس لما خرجت قال لي تيك جيفت جراتوي. قلت يا خساره، لا اخذ السيتخوي بيبيعوها بال $3-4 برا. لا هم عندهم بالبوتيك مالتهم تنباع فور $25. بس هو قال لي خديها، قول لي خديها. They were so nice. يعني البيبل هم من اهل المزرعه كانوا كلش فرندلي كلش نايس. شفنا ماسك هذا قال لي نايت جيفت. وان شاء الله استمتعتوا بهذا المشوار معانا، وان شاء الله تستفادوا من هالمعلومه وتاخذون اولادكم وتغيرون جو وتروحون هالشكل اماكن. وفي كثير مزارع، يعني حتى لو مو منطقتكم بعيد ممكن بالاونلاين تدورون على مزارع قريبه عندكم، تجربه كلش كلش جميله وحلوه. وخليكم معنا، احنا عارفين انه اختفينا عليكم لمده طويله طويله طويله، بس في الفيديوهات الجايه ان شاء الله غنرجعوا لكم باماكن متعدده للزياره للاطفال وشغلات كثيره غنطرحوها، غادي نوريوها لكم. دونك خليكم في الموعد، لا تفوتوا الحلقات ولا تنسون باللايك والتعليق المفيد والشير. ونقول لكم باي باي، مع السلامة، ونشوفكم المرة القادمة. مع السلامة، أبيانتو.